نعم. إذا نفست المرأة ثم طهرت في 10 أيام ثم بعد ذلك ب4 أيام رأت السفرة أو الكدرة، فهل تترك الصلاة أن تستمر ولا تعد هذه السفرة شيء مع العلم أنها في أيام 40؟ هذا سبق السؤال عليه. هذا إذا رأت المرأة الطهر بعد 10 أيام من النفاس أو بعد 15 يوم أو 20 يوما في النفاس، فإنها تطهر وتغتسل وتصلي وتحل زوجها ولو ما مضى عليها إلا 10 أيام. طهرة كاملة ماء أبيض أو احتشت بقطن ونحوه وخرج نظيفا، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها ولو أنه ما مضى عليها إلا 10 أيام أو 15 يوم أو 20 يوم، لا بأس. وهكذا الحائض إذا كان عادة تبدأ 8 ثم راجع الطهر بعد 3 أيام أو بعد 4 أيام تغتسل وتصلي والحمد لله. الأداء أن الدم يزيد وينقص ويطول ويكثر في الحيض وفي النفاس. أما إذا رأى صفرة بعد ذلك طهرت طهارة كاملة ثم رأى صفرة وكدرة، فإن الصواب أنها لا يعتد بذلك. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا يعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذا رأى صفرة وكدرة فإن لا يتعد شيئا. قال بعضهم: إلا في وقت العادة ووقت النفاس، ولكن ليس بجيد. الصواب العموم، وأن الصفرة والكدرة بعد الطهارة لا تعد شيئا، ولها أن تصلي وتصوم وتعتبر الصفرة والكدرة كالبول، تتنظف منها وتستنجي منها ويكفي.